مساء الخير. في الولايات المتحدة يستمر السعي للتوصل إلى حل ينهي الجدل بشأن رفع سقف الدين الذي يعارضه جمهوريون، لا سيما بعد تلويح الرئيس الديمقراطي جو بايدن بتخطي الكونغرس عن طريق المادة 14 من الدستور وإقرار رفع السقف. فما آخر التطورات؟ في سياق سعيه إذن إلى حل أزمة الدين، أفاد بايدن بأن المحادثة التي أجراها قبل أيام مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي كانت إيجابية، مشيرا إلى أنه سيجتمع به مجددا الليلة لمواصلة هذه المفاوضات، مضيفا أنه حان وقت تخلي الجمهوريين عن المواقف المتطرفة. ماكارثي كان قد استبق هذا اللقاء مع بايدن بتمسكه بمطالب خفض الانفاق قبل أي اتفاق مع الديمقراطيين، وأنه لا يزال يعتقد أن واشنطن لا يمكنها مواصلة انفاق مال لا تملكه، مشددا على أن اللقاء المرتقب بعد بضع ساعات مع بايدن يأتي لمواصلة المفاوضات للوصول إلى التوافق بشأن أزمة سقف الدين. يأتي ذلك بعد أن لوح بايدن في وقت سابق بأنه يدرس احتمال اللجوء إلى المادة 14 في الدستور الأمريكي لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها التي تسمح للرئيس بتجاوز مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ورفع حد الاقتراض. تزامنا مع هذا السجال السياسي، استهلت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت تعاملات اليوم على استقرار مع انتظار الأسواق المستجدات المتعلقة بمحادثات المشرعين بخصوص رفع سقف الدين الأمريكي، فيما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 18 نقطة. لمح الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى احتمال استخدام التعديل 14 من الدستور الأمريكي في حال فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق حول رفع سقف دين البلاد، وهو تعديل يسمح للرئيس الديمقراطي بتجاوز مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ورفع حد الاقتراض، لكن لم يسبق اللجوء إليه من قبل. التعديل 14 والذي تم إقراره في القرن 19 بعد الحرب الأهلية الأمريكية ينص على أنه لا يجوز التشكيك في صحة الدين العام للولايات المتحدة، ويهدف إلى ضمان عدم تنصل الحكومة الاتحادية من ديونها، وقد يمنح الصلاحية لبايدن لاقتراض المال لحماية سلامة الدين القومي. لكن يعتقد خبراء القانون أن أي إجراء مماثل من جانب بايدن سيؤدي إلى رفع دعوى قضائية، إلا أنه لا يمكن للمشرعين الأفراد رفع مثل هذه الدعاوى، حيث قضت المحكمة العليا الأمريكية عام 1997 أنهم لا يتمتعون بالمكانة القانونية لذلك، ولكن من المحتمل أن يصوت الكونغرس على الدعوى ويقول إنه تعرض لأضرار جماعية. بحسب خبراء الاقتصاد، فإن التخلف عن سداد الديون الناجم عن تجاوز سقف الدين سيزعج النظام المالي العالمي ويؤدي إلى انزلاق البلاد إلى هوة الركود، وهي كارثة قد يكون من الممكن تجنبها في حال لجأ بايدن إلى التعديل 14. أزمة رفع سقف الدين الأمريكي سيطرت على عناوين عدة صحف أجنبية، نستعرض أبرزها في هذا العرض، نتابع. المستثمرون يستعدون لتقلبات السوق في وقت لا تزال صفقة الديون الأمريكية بعيدة المنال، بهذا عنونت الوكالة الأمريكية بلومبرغ ما قالها الذي تحدثت فيه عن استعداد السوق لتقلبات العملة وخسائر الأسهم، حيث تكافح الولايات المتحدة للتوصل إلى صفقة للحد من الديون. وبعد توقف، هناك استعداد لاستئناف محادثات سقف الدين الأمريكي، وهذه كانت الزاوية التي عرضتها صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية التي نقلت عن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي قوله إن المفاوضات ستعود بعد انسحاب الجمهوريين منها. عن الموضوع ذاته كتبت صحيفة وول ستريت جورنال، إذ قالت إن رئيس بايدن ورئيس مجلس النواب ماكارثي اتفقا على الاجتماع في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق لتجنب التخلف عن سداد الديون بعد أن وصلت مفاوضات رفع حد الاقتراض الفيدرالي إلى طريق مسدود. الدين كان عنواناً لصحيفة نيويورك تايمز أيضاً، التي شرحت في مقال مطول أساس الخلافات بين بايدن وماكارثي على سقف الدين، وسلطت الضوء على توقعات وزيرة الخزانة جانيت يلين التي قالت فيها أن الولايات المتحدة قد تكون غير قادرة على دفع جميع فواتيرها في الوقت المحدد.
أناقش هذا الملف مع ضيفي من واشنطن. ينضم إلي السيد نايل غاردنر، الباحث في مركز هيريتج للدراسات في واشنطن، أهلا وسهلا بك. ومن مدينة ناشفيل الأمريكية السيد زيد البرزنشي، الباحث الاقتصادي والخبير في الأنظمة المالية، مرحبا بك سيد زيد. أبدأ معك سيد نايل، ما فرص الاتفاق حول رفع سقف الدين في اجتماع بايدن ومكارثي؟ شكرا على دعوتي إلى هذا البرنامج اليوم. أعتقد أن الفرصة الوحيدة لوصول اتفاق فيما يتعلق برفع سقف الدين لو أن جو بايدن كان مستعدا لتقديم تنازلات، فالتنازلات التي قدمها الجمهوريون ومكارثي بالفعل منطقية للغاية ومطالبهم منطقية، لأنها ترغب في مسألة ألا تتخطى 4.1 تريليون دولار على مدار السنوات المقبلة وتجميد مستويات الإنفاق عند مستويات عام 2021. إنه مقترح معقول للغاية، وجو بايدن لابد أن يفهم أن توازن القوى في الكونغرس قد ابتعد عن حزبه، والآن يتحكم الجمهوريون في الكونغرس. وبالتأكيد لابد أن يدرك جو بايدن أن أهمية موافقته على هذا الاتفاق سوف يؤدي إلى خفض مستويات الديون للولايات المتحدة الأمريكية 31.6 تريليون دولار، ذلك دين ضخم للغاية وغير مقبول، هذا عبء كبير على دافع الضرائب. لا أرى أي وسيلة للمضي قدما بالنسبة للرئيس إلا أن يقوم بالأمر الصائب هنا وأن يقوم بخفض مستويات الإنفاق. هل تعتقد أنه سيقدم أي تنازلات بايدن خلال هذا الاجتماع، سيما بعد أن رفض مقترحات الجمهوريين في الأيام القليلة الماضية؟ أعتقد أن إذا رفض بايدن تقديم أي تنازلات لن يكون هناك اتفاق. بايدن يتعين عليه أن يقبل الواقع، واقع الموقف هنا. الكونغرس يتحكم في هذه العملية بالنسبة للإنفاق الاتحادي في الولايات المتحدة الأمريكية. ما لم يكن هناك قبولا من الكونغرس لن يكون هناك اتفاق، وبالتالي أعتقد أن جو بايدن يتعين عليه في منهجيته هنا التي هي قائمة في الحقيقة على الإنفاق الضخم للغاية والضرائب الكبيرة، هي منهجية غير منطقية. انظر إلى ما حدث إلى اليونان، فكان هناك ديون حكومية ضخمة للغاية، فهذا مستقبل أمريكا في هذه الحالة لو واصل بايدن المضي في هذا المسار في محاولة رفع سقف الدين دون أن يكون هناك أي نوع من خفض النفقات في الأفق. إذن أعتقد أن بايدن لابد أن يكون منطقيا وواقعيا هنا ويتحلى بنزعة عملية ويعلم أن هذا هي مصلحة الشعب الأمريكي. سيد زيد، هذا السجال أو هذا الجدل حول رفع سقف الدين يعني طالت مدته، كيف تتأثر الأسواق الأمريكية بهذا السجال؟ أهلا وسهلا بمشاهدي الشرق. أهلا. يعني الحقيقة طبعا أن الأسواق الأمريكية هي بين أمرين، يعني نحن رأينا هذه المسرحية تتكرر تقريبا كل سنة أو سنتين أو يعني وهكذا ذلك، من سواء كانت الإدارة جمهورية أو ديمقراطية، فإلى حد ما الأسواق تتوقع أن في نهاية الأمر كما حصل في كل الجولات السابقة أن هناك حل تصل إليه أو يصل إليه الطرفان في نهاية النقاشات، وأحيانا هذا الحل هو فقط عملية ركل الكرة ويعني والجري وراها لبضعة أشهر حتى تواجه الحكم الأمريكي نفس الموقف. فإذا لم يتم اتفاق مثلا هذا الأسبوع أو يعني بعد أسبوعين يتم يعني رفع مستوى سقف الدين لمدة أشهر، بما يكفي لمدة أشهر من احتياجات الحكومة الأمريكية، ثم تعاد المسرحية من جديد. فهذا هناك يعني أكثر من مخرج ممكن أن يحصل، ولكن كل هذا الأمر غير صحي، غير مناسب. الجميع يعرف أن هذا الأمر حقيقة جنوني، وهذا هو حقيقة تهور اليوم. مع عدم وجود أفق واضح للحل بما يخص هذا السجال، كيف تتحرك الأسواق الأمريكية؟ كيف تتأثر وكيف تقرأها أنت؟ يعني أنا أقرأها هي أنه يعني حصل هناك اضطراب، حصل هناك انخفاض، والأثر المهم هو أن مثلا مستوى الفائدة على السندات الأمريكية ارتفع، مما معناه أن عبء الدين كله على الحكومة الأمريكية ارتفع، وسبب غير يعني حقيقي فقط مصطنع.
فحتى يعني الإشكالية أنه كمية الدين، والآن كمية الدين تزداد بسبب هذا التهور وعدم تصرف الإيجابي مع هذا الموضوع. وهناك يعني هنا الموقف الذي يختلف الآن هو أن هناك مجموعة أو كتلة من الجمهوريين شديدي التطرف في هذا الموضوع. فحتى لو أن ماكارثي مثلا اتفق مع بايدن على اتفاق، قد هناك إمكانية كبيرة أن هذه المجموعة ال20 ما يسمى قد ترفضه على كل حال. فسيكون يعني هذا الأمر ممكن يزيد الخطورة في هذا الوضع. نعم نعم وحتى الجمهوريين يريدون زيادة الإنفاق، فهناك يعني تضاد في موقف الجمهوريين. هم يريدون زيادة الإنفاق على الدفاع مثلا والجيش السنة الماضية، فكيف يتم هذا وهم يريدون خفض الإنفاق؟ سيد نايل، هل تتوقع أن يذهب بايدن إلى تجاوز الكونغرس عبر الدستور؟ أعتقد أن هذا سيمثل استراتيجية محفوفة بالمخاطر بالنسبة لرئيس بايدن، فالتعديل 14 من الدستور وضع في أعقاب الحرب الأهلية في القرن 19 في 1860 لضمان أن الجنوب لن يتخلف عن سداد ديونه. إذن فالفكرة الخاصة باستخدام آلية وضعت في أعقاب الحرب الأهلية في القرن 21 يمكن من خلالها لبايدن أن يرغم الحكومة على زيادة الإنفاق بشكل كبير. أعتقد أن هذا سيكون أمرا جنونيا تماما لو أن بايدن صار في هذا الاتجاه. لا أعتقد أن هناك دعما حقيقيا لهذا السيناريو حتى داخل حزبه الديمقراطي، فهم منقسمون في ذلك الشأن. سيكون ذلك إساءة لاستخدام السلطة الرئاسية هنا، وهذا من شأنه أن يقوض سلطة الكونغرس، وساعتها سيكون بالفعل يسيء استخدام التعديل 14 من الدستور، بل يخرق بنود الدستور. لا أعتقد أن جو بايدن سيفعل ذلك. ربما يضطر إلى فعل ذلك. سيد نايل، يصلنا الآن هذه الأنباء أو هذه العواجل عن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي، يقول لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات مع رئيس بايدن بشأن رفع سقف الدين. يعني أعتقد أنه يتحدث عن هذا الاجتماع الذي ننتظره بين الرئيسين. بكل الأحوال سيد زيد، إذا ما تخيلنا سيناريو تجاوز الدستور الكونغرس عبر المادة 14 من الدستور، هل تعتقد أن هذه المادة تستطيع أن تنقذ البلاد من التخلف عن سداد الديون إذا ما استطاع بايدن فعلا أن يلجأ إليها ويطبقها؟ نعم، السؤال الجواب السريع هو نعم، ممكن أن تحل مشكلة آنية. طبعا القضية ستتحول إلى قضية قضائية وأخذ ورد، ولكن مباشرة لو لم يكن هناك أمر قضائي مستعجل بإيقاف هذا القرار أو تجميده، فممكن أن هذه القضية أنه يعطي الحق لوزارة الخزانة الأمريكية أن تصدر قروض أخرى وتحل المشكلة. طبعا هناك حلول أخرى، يعني أنا أعتقد هذا الحل بدل 14 هو أفضل من الحلول الأخرى، مثلا حل العملة التريليونية كذا، إصدار عملة واحدة تذكارية بما يقادر المليار دولار ولا شيء أو تريليون دولار ما هكذا، شيء من هذا القبيل. فهناك حلول أخرى يعني من هذا النوع. أنا أظن هذا الحل المادة 14 أفضل من هذه الحلول الأخرى، لأنه يعني ستصبح كل قضية إدارة الأموال في الولايات المتحدة تنظر إليها كمهزلة، وهناك يعني غياب ثقة عالمية في نظام المال الأمريكي الذي كان يعني هو الحجر وصخرة الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي عموما. ما المتوقع سيد نايل الآن وقد يعني أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي عن عدم الوصول إلى اتفاق مع بايدن؟ ما هي السيناريوهات التي تتوقعها وتراها؟ كيف سيتحرك الجمهوريون وكيف يمكن أن يتحرك بايدن ومن خلفه الديمقراطيون أيضا؟ لا أعتقد أن ماكارثي سوف يرفض هذا الاتفاق. سوف ربما يكون هناك نوعا من التنازلات يفترض أن تكون من بايدن، لكن ليس هناك حقيقة ضرورة لأن يتنازل ماكارثي، فالجمهوريون لهم اليد العليا في الكونغرس ولديهم 217 صوتا لهم الأغلبية، وبالتالي يستطيع الجمهوريون أن يحصلوا على الأغلبية في دعم ذلك التشريع الذي يستهدف خفض مستويات الإنفاق والدين الأمريكي بخمسة تريليونات دولار على مدار السنوات العشر المقبلة وفقا
الميزانية التي اعتمدها الكونغرس. الأمر حقيقة منوط بالبيت الأبيض. أعتقد أن الجمهوريون بالفعل محقون في هذا الأمر، فلن يقدموا تنازلات للبيت الأبيض، وبالتالي هم في الآن في موضع التحكم في ذلك الأمر. وبايدن الآن ما زال في عقلية انتخابات التجديد النصفي عندما كان حزبه يتحكم في الكونغرس ومجلس الشيوخ، لكن لابد أن يقبل الواقع حاليا. مسألة استدعاء البند 14 من الدستور، هذا سيشكل أزمة دستورية في أمريكا، وأعتقد أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى فوضى عائمة في الولايات المتحدة. وبايدن أيضا في نهاية المطاف يفعل ما هو في مصلحة أمريكا، وهو الاتفاق بصورة جيدة مع الجمهوريين وما يقبل بما يقترحونه. بايدن سيهدم في هذا الشأن. يبدو أن المسألة لم تحسم بعد، ويبدو أن الاجتماع مستمر، ويأتينا أيضا عن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي أن هذه الاجتماعات تمر في نقطة حساسة أو في مرحلة حساسة. سنبقى بالمتابعة ونرى إذا ماذا سيخرج عنها. سيد زيد، ماذا ينتظر الاقتصاد الأمريكي بعد الأول من يونيو إذا ما بقيت هذه المسألة عالقة؟ طبعا يعني نتوقع لو لم يعني لو وصلنا الى سقف الدين وهناك تاخر في دفع الديون، لا شك هناك القضيه هو انه هذه الديون قد يتاخر دفعها، وليس انها تذهب يعني لن تتبخر لن تذهب قيمتها، ولكن فقط تاخر الدفع هذا يؤدي الى ارباك هائل لحركة الأموال العالمية، لأن هناك أمور متعلقة بدفع هذه الديون، هناك تحولها يعني تذهب إلى متطلبات أو يعني نفقات لأطراف أخرى، وهناك دول معتمدة على هذا الديون وشركات إلى غير ذلك، فهناك سيكون إرباك هائل عالمي بسبب من الصعب حتى حقيقة التكهن به. ولكن الكثير من الشركات التي يعني تحاول أن يعني ما أن تتوقع لو حصل هذا الأمر ما فما هو ردة الفعل، هذا أمر غير مسبوق حقيقة. ولكن هناك سيكون اضطرابات هائلة نتوقع لو لم يحصل الاتفاق على سقف الدين هذا. هناك لا شك هناك أيضا أمور أخرى، الخزانة الأمريكية ممكن تقوم بعملية تأخير بعض المدفوعات يعني على حساب أخرى، فهل مثلا تتوقف عن دفع رواتب الجيش أم تتوقف عن دفع رواتب المتقاعدين لدفع مستحقات الدين هذه؟ فهذه هناك لسه يعني بعض الامور التي لا يعني لا يريد ان يفكر فيها الشارع الامريكي حتى. ولكن لو وصلنا الى ذلك الحد وحصلت هذه الامور وقامت اداره الرئيس بايدن بهذه التصرفات، فهي كلها تحاول من خلالها زياده الضغط على الكونغرس الامريكي للتحرك والموافقه وعمل الشيء الذي المطلوب انه نحتاج عمله. يعني في نهايه الامر هناك اداره، اذا كان هناك انفاق تم الموافقه عليه وموازنه، فاذا يجب على الطبيعي والمنطقي ان يقوم الكونغرس بالموافقه على الديون التي تناسب حجم هذا الانفاق، وهذا نفس الكونغرس الذي وافق على تخفيضات ضريبيه ووافق على الانفاق وبدون زياده الموارد الضريبيه، فاذا يجب عليه ان يوافق على هذا الاجراء. تصريحات رئيس مجلس النواب الأمريكي مستمرة بكل الأحوال، ويقول يجب التوصل إلى اتفاق بشأن أزمة سقف الدين قبل نهاية الشهر الحالي، وهذا ما كنت تتحدث عنه سيد زيد. سيد نايل، ماذا عن الشارع الأمريكي؟ كيف يتأثر وكيف يمكن أن يؤثر بهذه الأزمة؟ أعتقد أنه بكل تأكيد يرغب الأمريكيون في أن يكون هناك اتفاق، لكن تظهر أيضا استطلاعات الرأي أن الأمريكيين قلقين للغاية حيال هذه المستويات العالية من الدين العام. عندما يكون لدينا 31 تريليون دولار من الدين العام، هذا يمثل حوالي 94 ألف دولار دين على كل مواطن أمريكي، أي 4 مليون دولار بالنسبة لدافع الضرائب الأمريكي. هذا أمر غير مستدام من الناحية المالية. إذن الجمهور في أمريكا قلق للغاية فيما يتعلق بمسار الإنفاق الحكومي على المدى الطويل، وهذا يمثل الإشكالية الكبرى والصورة الأوسع هنا. هذه المستويات غير مستدامة من الديون معناها أننا في نهاية المطاف أمريكا ستنفد منها الأموال، وبالتالي أزمة الدين التي ننظر إليها الآن هي مجرد
في اعتقادي نقطة في بحر ما يمكن أن نرى في الولايات المتحدة الأمريكية على مدار السنوات العشر المقبلة ما لم يكن هناك خفض لمستويات الإنفاق العام. جو بايدن ينفق الأموال الحكومية بمعدل غير مسبوق، وبالتالي نرى أن الإدارات الأمريكية السابقة جمهورية كانت أو ديمقراطية فعلت الشيء نفسه. إذن نرى أن مكارثي يحاول أن يضع نهاية لهذا الإنفاق المتزايد والدين العام المتزايد. هناك قلق أمريكي كبير في هذا الشأن فيما يتعلق بزيادة الإنفاق الحكومي، وهناك معارضة لزيادة الضرائب. معظم الأمريكيين يرغبون في خفض الإنفاق الحكومي، هذا هو الواقع الذي نراه هنا. ورئيس بايدن لا يصغي لهذه المطالب ولما يقوله الشعب الأمريكي، لذا هذا العناد الذي نراه فيما يتعلق بمسألة سقف الدين سيؤثر إلى أو سيؤدي إلى تدمير الاقتصاد الأمريكي وما نراه حاليا. كل الأحوال أيضا هذا مكارثي يقول أنه من المحتمل التوصل إلى اتفاق ليل الاثنين، يعني اليوم أو غدا الثلاثاء، وأيضا يشدد طبعا أنه لابد من التوصل إلى هذا الاتفاق هذا الأسبوع ليتسنى إقراره في الكونغرس قبل الأول من يونيو. طيب لا أعلم إن كان ما زال لدي المزيد من الوقت. طيب سيد زايد، يعني هل تعتقد أنه ممكن بالفعل التوصل، إذا ما تم التوصل لاتفاق الليل اليوم أو غدا، سيكون يعني دستوريا قانونيا من الممكن إقراره قبل نهاية الشهر وأن يعني تنتهي هذه الأزمة بأسرع وقت؟ نعم هذا ممكن كاملا، وفي هناك مجال للمساومة من ناحية الديمقراطيين. يكون هناك طبعا مساومة على بعض الإجراءات التي متعلقة بالطاقة المستدامة إلى غير ذلك، قد يكون فيه إمكانية هناك. طبعا سيغضب يعني في كل الأحوال في هناك مجموعات من الضغط ستغضب من هذا أي مساومة. من ناحية أخرى لشكل الجمهوريين يمكن أن يكونوا أكثر واقعية في طلباتهم في خفض الإنفاق، لأنه حاليا غير واقعية. فنعم هناك ممكنية في التقارب، ولكن يعني لا زال سقف الدين الأمريكي أو مستوى الدين الأمريكي صحيح أنه هائل وكبير جدا، ويجب التعامل معه بصورة واقعية، ولكن ليس الآن وليس بهذا الأسلوب، ليس هذا الطريقة الصحيحة في التعامل معه. والعقلاء من الطرفين يعرفون هذا الأمر، إنها مشكلة عندما تكون هناك مجموعات ضغط يعني متكتلة وقوية، فقد يحصل هناك موافقة أو تصويت على قرار يتجاوز فيه الجمهوريون هذه الكتلة العشرين مثلا، ويأخذون دعم من الديمقراطيين، ثم يتم تمرير الأمر بدونه. ولكن قد يكون هناك أزمة أخرى في رئاسة مكارثي لمجلس النواب، هذه التحدي والأمر المختلف الآن عن المرات السابقة، أنه قد يفقد رئاسته بمجلس النواب إذا وافق على هذا القرار بدون موافقة كتلة العشرين. هذه نقطة أخرى تحتاج إلى نقاش آخر. أشكرك جزيل الشكر سيد زايد على وجودك معنا وعلى وقتك. السيد زايد البرزنجي الباحث الاقتصادي والخبير في الأنظمة المالية. الشكر موصول لسيد نايل غاردنر الباحث في مركز هيريتج للدراسات في واشنطن. شكرا جزيلا لوجودك معنا سيد نايل. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة برنامج دائرة الشرق معي أنا زينة يازجي.